إذا سيداتي يا نساتي سادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، الشوط الخامس للخيل المهدنة لأصيلة تكافؤ الدرجة الرابعة، شوط مخصص للخيال القطريين، المسافة 1200 متر، داماسين ضيبان وسكند لايف كويكا بابالويجي الصارم كويان تاون كراير وكوميدي نايت نو فورم فاير وتيجان ناريانا واسكوندج. إذا الصدارة والمركز الأول مع الخيال صالح المري والجواد رام ثمانية تاون كراير صدام مربط إنجاز في المركز الأول، ثاني المراكز محاولة مع الجواد رام ثلاثة سكند لايف الآن وسادة مربط الجريان محمد المسلم في ثاني المراكز، ثالثا محاولة مع الجواد رقم 9 كوميدي نايت عبد العزيز الكثيري عبد الرشيد الأدغم في ثالث المراكز، ومحاولة أيضا مع بابا لويجي والسيدة عبد العزيز خالد الربان في رابع المراكز. إذا الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، الصدارة والمركز الأول مع الجواد تاون كراير الآن أسادة مربط إنجاز في المركز الأول، محاولة المسلم الآن المسلم مع الجواد رقم 3 سكند لايف الآن أسادة مربط الجيران، ولكن الصدارة والمركز الأول مع الجواد تاون كراير الآن تاون كراير محاولة الجواد رقم 3 سكند لايف، لكن صالح المري مع الجواد تاون كراير إلى الصدارة والمركز الأول، صالح المري إلى المركز الأول وإلى الصدارة. الجواد توم كراير والمدرب محمد جاسم الغزالي والأستاذ مربط إنجاز صالح المري إلى المركز الأول، ألف ألف مبروك على هذا الفوز. إذن الصدارة والمركز الأول مع الجواد رقم 8 جواد تاون كراير والمدرب محمد جاسم الغزالي سادة مربط إنجاز والخيال صالح المري، ألف ألف مبروك على هذا الفوز. المركز الثاني مع الجواد رقم 3 الجواد سكند لايف لسادة مربط الجريان والمدرب منتصر رمزاني والخيال محمد راشد المسلم، ثالث المراكز مع الجواد رقم 7 الجواد كوينن سيد عبد العزيز الكثيري والخيال متعب الصعاقة، رابع المراكز مع الجواد رقم 6 الجواد الصارم لسيد خالد راشد الخيارين، خامس المركز مع الجواد رقم 5 بابا لويجي لسيد عبد العزيز خالد الربان، الف الف مبروك للفائزين في هذا الشوط.